عن إذنك. الغالي راح. غالي. أبي كان بيحبك، قال الرجال لما يحب مرة لازم يدير باله عليها. تقبر قلبي، إن شاء الله بشوفك أحسن رجال بالعالم. دير بالك على أمك وأختك. إيه يا عمري، قد إيه له طالع؟ عبده نص ساعة ولا ساعة بتفرق؟ ما قال لك لوين رايح؟ طيب الله معك. خالتي أنا رايحة مشوار ضروري كتير. حبيبتي ما بيصير، أنت بشهرك، استنيني دقيقتين بلبس وبجي معك. هذا المشوار ضروري روحه لحالي. يا حبيبتي ما بيصير. خلاص خالتي إذا بتريدي. من زمان ما شفته. وينه؟ عم بقول لك ما شفته، ما بيعرف اني ساكنه هون اصلا. ما بدك تجاوبي معك؟ اه اه ايش بك؟ ايش في؟ اه وينه؟ اه يا ربي رح موت. ابركي هون. احكي وينه احكي. ايش صار لك؟ اني جاكي الطلق؟ قومي اخذك على المشفى. اتركيني. قومي معي. قومي. مبروك بنت، واختك حكيت مع زوجك وهلا بيكون على الطريق. اختي؟ اضطرينا ننقل لك دم والحمد لله انا نفس الزمرة، بس المسكينة تعبت وداخت كثير بعد ما سحبنا من الدم، لا وشو كانت ترجع دغري على بيتها. مبروك. الله يبارك فيك ربيعة. ديري بالك على حالك. الله يخليكم لبعض. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف صرتي؟ مين هاي اللي كانت عندك؟ شان الله انتبه رأفت. ما تخافي ما تخافي، ماسكة منيح. ولو والله بخاف عليها من النسمة. خبرتني فادية ان يوم اللي ولدتيها طلعتي ملهوجة من البيت. وين كنتي رايحة؟ على المستشفى. لحالك؟ ما حبيت لبك حدا معي. ليكي زينب، يمكن هلأ مو حابة تحكي شي، بس إلا يجي يوم وتقولي. لازم تعرفي انه طلعتك من البيت بهي الطريقه كان فيها خطر عليكي وعلى عروبه، والله ستر انه التقى من زمر دمك بالمستشفى. مو المستشفى،
في حدا تاني تبرع لي بدمه. مين هالحدا؟ زينب احكي قولي. مو هلا، بيجي يوم وبحكي لك. صح. شو ما في تفضلي؟ أنا المرة الماضية كنت عم بطلق، والمرة المطلقة ما بتتواخذ شو ما قالت وشو ما عملت، ما هيك؟ كيف فيني كافيكي؟ على ايش بدك تكافيني؟ اي وحدة محلي كانت بتعمل نفس الشيء. انت انقذتي حياتي وحياة بنتي، فضلك على راسي من هون للممات. بتعرفي؟ انتي انسانة منيحة كتير، ومرات افكر انه نحنا كان ممكن نكون رفقات او حتى اخوات مثل ما فكرونا بالمستشفى. بس كل ما افكر بهالطريقة في شخص واحد بيمنعني، رأفت. ربيعة، بترجاكي تفهميني منيح. أنا تربيت ببيت أهلي إني كافي الإحسان بمثله. طلبي مني شو ما بدك، بعطيكي عيوني، بس ما تطلبي أي شيء لو دخل برأفت. أنا كتير زعلانة إني مضطرة أكون لئيمة مع إنسانة كانت منيحة معي، بس مو بإيدي صدقيني. هذا جوزي اللي بغار عليه من الهوى. ما في داعي تغاري، هو اختارك أنت، وأنا لا تفكري فيني كتير، لا تاكلي همي طاول طاول. بكره رب العالمين بيهدي سرك. بقدر اشيله؟
ايش سميتوها؟ عروبة. عاشت لسامي. اضربه بعزك. أجيب لك دكتور. ما بدي دكتور. اسمعوا على هالحكي، لازم نعرف ليش هيك صار معك. أنا بعرف. شو صاير؟ مرض خبيث وما له دواء. شو؟ مرض خبيث؟ زينة، بدك توعديني أجيبي سيرة لحدا. كيف بدي أوعدك؟ شلون بدي خبي هيك قصة؟ ليش ما حكيتي لي من قبل؟ ما رح حدا يقدر يساعدني يا بنتي، وما بدي نكد عليكم. الله يسامحك، كيف بدك تنكدي علينا؟ نحن منشيلك بعيوننا. الله يرضى عليك يا حبيبتي. بعرف انه انتي وفاء ورأفت بتشيلوني بعيونكم، بس ما رح يفيد هذا الشيء. البني آدم بيضل تقيل لك بنتي، وانا ما بدي تقل على حدا. ما عم صدق. زينب، بدك توعديني. خليني اجيب لك دكتور. شفت عشرة كلهم حكوا نفس الحكي. يعني هلا شو؟ ناطرين رحمة الله. قومي معي خالتي. خالتي 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 يا وفاء وفاء خالتي كمان الله ردي. قولي علي خالتي خالتي لك يا وفاء خالتي شو خالتي ان شاء الله ردي خالتي خالتي يا وفاء ردي خالتي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله يا بي أنا لازم أتيسر بعيلي
ما فيك تنام الليلة هون؟ ما بقدر يا أبي، بكرة الصبح لازم نتحرك من قطن. الله يوفقك ويحميك وينصرك. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، لازم كنت أبقى معك بهي الظروف. ما تحكي هيك يا أبي، ما تحكي هيك، أنا بقدر. أنت بعدين رايح على فلسطين، هي الروحة كتير كبيرة على فلسطين يا أبي، يا ريت بقدر أروح معك. الله يحميك. نضال، جيب لك شي معي من فلسطين؟ لا لا تجيب لي شي، بس حرارة. الحمد لله رب العالمين. أبو محمود خير؟ والله هذا مو أكلك. بدك ما تواخذيني، مالي نفس. خير يا أبي؟ هالأيام ما عاد لي نفس على شي. معك حق، أخبار الجبهة ما بتطمن بنوب. محمود ما عم يبعت لكم مكاتيب؟ بعت لنا من شي شهر، على أساس بس تبلش الهدنة راح ينزل على الشام، وبعدها ما عاد إجانا منه شي. يا حبيبي، طالما في طيارة تانية.
شو بنت العم؟ شو بكي؟ ولا شي. متخانقة أنت وماهر. ماهر خلاص الله يسعده ويبعده. وشو خابص له شي خبصة هالأفندي؟ مو المهم إذا كان خابص له شي خبصة، لأنه ماهر رح يضل يخبص، رح يضل يضايقني، وأنا ماني مضطرة. البنت بتحب لحتى ترتاح وتكون مبسوطة، ولحتى تتمرمط على الطالعة والنازلة. عن جد زعلتيني. ليش لحتى تزعل؟ شو بيعنيك إذا أنا كنت مع ماهر ولا تركته؟ بعدين يعني ليش لحتى تزعل إذا تركته لماهر؟ لا مو ماهر بحد ذاته، بس أنا ما بقدر شوفك متضايقة. أنت أولا بنت عمي ومثل أختي. مثل أختك؟ أجيب اللي بعرفه ما كذب علي ولا مرة، على طول بيكون صريح معي. شو اللي تغير هلا؟ ما تغير شيء، مثل ما أنا، بس أنت هلا معصبة وطالعة من علاقة كتير صعبة، وبعرف هذا الشيء. والحكي اللي بدي أقول لك إياه يعني مو وقته هلا. عم تفهمي علي؟ ليك أنا هلا بدي أشوف أمي ماشي. على فكرة أنا أبدا ما زعلت إنك تركتي لماهر. وهون بقى يا ست الكل بقعد برسم. والله شي حلو. من يوم يومي بقول عنك موهوبة. عن إذنك شوي. تفضل. يا ست الكل تسلمني عينك. أنت بدي أفرح فيك. يلا شدي لنا حيلك ولاقي لنا عروس بتستاهل. الظاهر لا بدي شيل بحالي ولا رح اتعذب بالدوارة. شو قصدي؟ مبينة لبنى. كان صحيح هاي شغلة رادار الأم؟ طبعا صحيح. ايه شو رأيك فيها؟ والله انتو اتنين تستاهلوا كل خير. الله يهنيكم. خلينا ياك يا رب. شو هاي؟ لوحة. أنا راسمها. أنت؟ إيه؟ مبين إنه أنت اللي رسمها. يلا نعتبره فن تجريدي. رسمته وأنا عم فكر فيكي. لبنى حكت لي. ليش عملت هيك؟ لأني بحبك. لبنى قالت لي إنك حبيتي حب بحياتي ما قريت عنه لا بالروايات ولا بالكتب. بس بوقتها كان بدي إلا إنه ما في داعي أقرأ عنه، لأني حاسه معك. حلان شو في طريقة فهمك فيها قديش أنا بحبك؟ أعزف لك؟ أكتب لك شعر؟ أصرخ؟ أنا ما لقيت غير هاي الطريقة قدامي لحتى أعبر لك عن مشاعري أنا بحسها تجاهك. حنان أنا بحبك من قلبي. احكي حنان. عمار قلت لك بلاها القصة. لا مو بلاها. ما بعرف شو بدي اقول. حنان فيك تقولي شغله من شغلتين، يا اما بتقولي عمار انا ما عندي اي مشاعر تجاهك فساعتها بحمل حالي وبطلع من هالباب وما عاد تشوفي وشي ابدا، يا اما احكي حنان. الله يسامحك، حدا بيرسم هيك رسمه؟ Thank you.
رأفت؟ تتذكر يوم اللي ولدت عروبة وقلت لك إنه في وحدة تبرعت لي بالدم وأنا ما بعرفها؟ هي وحدة أنت بتعرفها، بتعرفها منيح. أنا عم قلك هالشي لسببين. أولاً إنها صاحبة فضل علي، وثانياً أنا حاسة فيك، أنت محتاجة لربيع. أنا رح أعطيك عنوانة وأنت ساوي اللي بتشوفه مناسب. الله يخليك رفعت، كرمال زينب. زينب هي اللي عطتني عنوانك. كل الوقت وأنا ضايع عم دور على حالي، وعرفت إني ما فيني أعيش بلاك. ما فيني تتزوجيني؟ عبدو، نحن رح نلملم الأغراض، أنت استنانا برا بس نخلص من صحلك. لا معلمتي، معلمي وصاني ضل معكم. خلاص عبدو، هذا شغل نسوان. إيه صح، لا تواخذوني، يلا ناطركم برا. أنا إيه يلا. بلش وفاء، عم بقول لحالي بلاها مرتبي، يعني ربيعة حاف والله أحلى. موافقة. إيه ربيعة، من وين بتحبي نبلش؟ ما بعرف، كل شي بهالغرفة له ذكرى حلوة عندي. أنا آسفة، يمكن ما بتريديني أحكي عني أنا وأبوكي. لا لا ما في مشكلة. بدي أسألك سؤال بس إذا في إحراج ما تجاوبي طاول. بدك تسأليني كيف بحس بعد ما أبي تزوج 3 مرات من بعد أمي؟ عجب كيف عرفتي؟ أمي الله يرحمها توفت من زمان، أنا بعرف إنه أبي بيحبها قد الدنيا. الله يرحمها. أبي بيحب يعيش، بيحب الحياة، الناس بيقولوا عنه نسونجي يمكن، بس أنا ما بيهمني غير شغلة واحدة وبس. شو هي؟ أبي بيعرف ناس أشكال وألوان، بس بحياته ما فوت على بيتنا غير الناس المنضاف والمناح. مشان هيك حتى لو تزوج 4 و5 أنا رح أكون مرتاحة، لأنه بعرف إنه ما رح يجيب لنا حدا يأذينا ويأذي بيتنا. دي منيح لي أنا الرابعة، يعني ما في بعدي. شو
شو هذا ما بدك تاخدي؟ إلو عندي ذكرى مي حلوة، وقلت لحالي بخليهم. ممكن أدخل؟ تفضلي. شو عم تشتغلي؟ عم بشتغل طاقية لعروبة. الدنيا جاية على برد، لسه بدي أشتغلها ديارة كاملة إذا ما عندك مانع. لا، ليش ليكون عندي مانع؟ بتعرفي خالتي فادي الله يرحمها معها حق، انتي بتخلي الواحد يحبك غصبا عنه، قلبك طيب كتير. انتي كمان قلبك طيب. لا، انا قلبي مو طيب، واذا تزاولت من حدا بكرهه عيشته. اذا بحكي لك شو ساويت بمرت ابي التانية ليلى، يشيب شعر راسك. انا بصراحة قلبي مو كتير طيب. بجوز انتي بتعرفي حالك اكيد اكتر ما انا بعرفك، بس اللي بعرفه عنك انك مرة قوية وقت حالك، ذكية وقعدتك حلوة. اكيد هذا اللي حبه رأفت فيكي. رأفت حب بكل واحدة فينا شيء ما لقاه بالتاني. لما قالت هالكلام فادي الله يرحمها ما قبلته بوقتها، بس هلا يمكن كل وحده فينا شافت برأفت الشي اللي محتاجته. انتي حبيتي فيه الرجال الواثق بحاله، بعطيكي حريتك وما بخاف. انا حبيت فيه الرجال الحنون اللي بضبني تحت جناحه بيحميني. بنحب خيته، بنحب لدرجة خلاني أقبل أنزل على ضرة. خلاكي تنزلي على ضرتين. الله يرحم خالي فادية، ما ضل غيري أنا وأنتي. أيوة، ما ضل غيري أنا وأنتي. شو بدنا نساوي بحالنا هلأ؟ إيش بدنا نساوي يعني؟ ما قدامنا غير حلين، يا خوات يا ضراير. أنا بتمنى نكون أخوات، بس مو سهلة. صدقيني مو سهلة إني أشوف ساعته جنب تختك، ولا سهلة إنه ما يرجع لي على غرفتي كل ليلة. بدي أسألك سؤال لو جائر شوي. هلا انتي كنتي تحسي هيك على ايام خالي فادي؟ لا، يمكن لانه بوقتها حسيت انه حبني رغم انه فاديه موجوده. هلا حبك انتي وانا اللي موجوده. عم بحكي بصراحه شوي ما هيك؟ لا ابدا، تاخدي راحتك هيك احسن. ليش لحتى نخبي اللي في قلبنا؟ زينب، أنا وياكي ما رح نتفق، طبعنا كتير مختلفة. صعب بقول لحالي اتنيناتنا منحب ولا رأفات. لازم نحب الناس اللي هو بحبهم، وأنا رح أحاول أحبك.
وليكني بلشت من هلا ابوس روحك وتشوقها. فؤاد، شو جابك؟